قطاع الطاقة ما بيشملش قطاع الكهرباء فقط، إنما أيضا بيشمل قطاع البترول والغاز. والحقيقة إن دولة 30 يونيو قدرت إنها ترفع استثماراتها في هذا القطاع بنسبة 391% لتصل إلى 32.9 مليار جنيه، وده اللي أدى إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 27%. وبفضل اكتشافات كتير أبرزها حقل ظهر، أصبحت مصر مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز.